الكلمة ديالي هي الرجوع للزاوية كيف كنقول، حتى أنا شريف رجعت للزاوية ديالي. هي الكلمة اللي هذه كنت عارف من الوقت، إن شاء الله نتمناه حد موفق للسي عزيز والطاقم التقني ديالو، ويكون شي عام ممتاز إن شاء الله كما في الأول دينا الأرقام نقدروا نديو الأرقام الثانية إن شاء الله. وشكرا، أنا بحال هكا اسمحوا لي. شكرا زريك السيد رئيس كلمة. زكريا خصني نقول وحدة مهم ما بزاف، ما ملي كان معايا الدار وبغينا نوقعوا معاه العقد نورمالمون كتعطيه اولا جا ما جابش، قال لك ما عندي لا اجون لا والو، انا جاي راجع للدار ما غنجيبش معايا اجون، لانه اللي ما تيعرفش هذا الشيء بنتي دابا هو اللي غنهضر عليه من بعد هاد التقديمات، راه كتجلس مع لاجون كيجيب لاجون دلاجون تيجيب دلاجون دلاجون وتيجيب بالسمسار ديالو وتتولي الدار عامره عندي ما تنعرف حتى مع من تنهضر. الور زكريا قال لك انا غنجي جاب بوحدو، وديك الوقيته اللي كنت نتناقش معاه باش نرد على هذوك اللي تيقول لك حفيان راك بحال مصلي، وجالس قنت دخل واحد الجروب مع واحد الجوار، دخل واحد الجروب مع واحد الجوار هو شافهم هو حاضر، قلنا ليه الله يرحم والديه سير بدل ساعه باش ما يشوفوكش الاخرين وندوزوا هذا الشيء على خير. زكريا قلت لي هك سني الكونترا، وقلت لي هك خرج شوف شداسناها وقلبها فوق لا طابل، قال لي والله ما نقرا انا جاي عند الرجال وراجع للزاويه، انا جاي للرجال اللعب، انا عندي فيكم الثقه الكامله. هادشي اللي نقدر نقول انا، انا محتاج بحال هاد الرجال هادو، وما نهضرش على المستوى التقني ديالو، انا غنقولها لك يمكن انت ما فراسكش، سولت عليك الرئيس ديالك وسولت عليه المدير الرياضي عزيز بدربال اللي صديق ديالي كبير وخويا، قال لي كون ما كانش حذراف كنا نطيحوا للدوزيام ديفيزيون. الوغ من الاحصائيات التقنيه اللي دارت البطوله سي لو دوزيام دريبلور ديال البطوله اللي تكلاصا فيها بولكسوت كاتريام، هو الدوزيام ثاني احسن دريبلور في البطوله هذا العام. هذا انا متاكد التجربه ديالو لا الافريقيه ولا هادو من الناس المخضرمين واللي باقي فيهم ما يدار، التجربه ديالهم اللي غادا تكون قيمه مضافه كذلك، وحنا خصوصا مقبلين على واحد خوض تجربه افريقيه كبيره ان شاء الله اللي غادي نتقاتلوا فيها، وخصنا مقاتلين من هاد النوع دوك لي كلادياتور ديال البطوله واللي عندهم تجربه كبيره. تنقول لك مرحبا بك، وكي قال هو كيختصر هو تيلعب برجليه ما عنده ما يدير بالهضره، مرحبا بك زكريا. وكي قلت لك ديك المره راه داك الجيست ديالك راه غيبقى عندي كرافي، ربحتيني بهذيك الكلمه ديال انا جاي للزاويه وراجع للدار، ما نناقش معاك ما نجيب لا اجون ما نقرا لا كونترا، انا داير فيكم ثقه وقعها ومشى بحالاتهم، مرحبا بك.